يعني خلاص قررت تترك الشغل بشكل جدي؟ طبعا. قرارك بتاخده من راسك بدون ما تقول لأبوك؟ بابا أهلا وسهلا، فاجأتنا. واضح عليكم. ممكن بابا تقعد شوي؟ شو كنت عم تقول حسان؟ بعدين بابا، الحكي لساته ما نو أكيد. شبك حسان؟ تعرف رأيي منيح بموضوع نقل البترول، ما عاد بدي يكون شريك فيه. معناها رح تترك الشغل وأنا رح تتركني بهالوقت هاد وتخليني لحالي؟ رح أضل بالشركة معك، أنا بس بدي أترك شغل البترول. هذا فهمنا، اختار طريق ومشي فيه وما عم يسمع كلامي بالمرة. بس أنت كيف ممكن تعمل هيك شيء؟ بابا أنت مو لحالك، آسيا معك. آسيا معي مو هيك؟ آسيا شفت شو عملت؟ لسه ما درت ظهري شوي، اشتغلت حضرتها على كيفها.